طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم طلاب ماجستير العلوم السياسية جامعة الزيتونة في المحاضرة الثانية للنظرية السياسية. المحاضرة الأولى حقيقة هي كانت محاضرة تعريفية، وتعرفنا فيها على محتويات المقرر والايتمز اللي هندرسها إن شاء الله خلال هذا الفصل الدراسي فيما يتعلق بالنظرية السياسية. الليلة إن شاء الله حنجي نعمل زي مقاربة مفاهيمية لمفهوم النظرية السياسية، بمعنى إنه نحن في المحاضرة دي دارين نتعرف عليها بصورة أكبر ونعرف ماذا نعني بالنظرية السياسية، وما هي أهدافها، ما هي خصائصها، متين جاءت كلمة النظرية السياسية، وما هو الفرق بين يعني النظرية السياسية والنظريات السياسية. هل في فرق؟ يعني في نظرية واحدة في العلوم السياسية نسميها نظرية سياسية، ولا في نظريات سياسية؟ طيب، النظرية السياسية هي في الواقع من الأفرع الرئيسية في علم السياسة أو في العلوم السياسية. برضه هو دي نقطة بتاع الجدل، هل نحن نستخدم العلوم السياسية ولا علم السياسي؟ لكن الشاهد في الأمر إنه اعتماد النظرية السياسية كمجال في فرع أو كفرع من العلوم السياسية، ده بيعني إنه يعني زي احتراف بانه الفكر السياسي بشكل عام وعلم السياسه وصل لمرحله من النضج، بحيث انه بقت فيه النظريه، يعني بالامكان انه نطلق على يعني الافكار حوله كلمه نظريه. ليه؟ لانه يعني بنلقى انه علم السياسه خلاص له نوع من الهيكل للافكار السياسية في إطار نظريات محددة، والكلام ده بيعني إنه علم السياسة هو ما يعني تحول من إنه هو مجرد أفكار ومقولات عامة كانت بعيدة عن الواقع زي ما قلنا في المحاضرة الفاتت، ودائما يعني بتتكلم عن ما ينبغي أن يكون. فبالتالي إطلاق كلمة نظرية سياسية زي ما قلنا بيعني إنه الأفكار السياسية دي حصلت لها نوع من الهيكلة وتم بناها في شكل نظريات محددة، وتحولت من إنها هي مجرد أفكار ومقولات عامة ما مستصحبة معها الواقع، بل يعني بقت تستصحب معها الواقع، وبقت ممكن يعني نحن عبرها نضبط ونقنن هذه المقولات المتعلقة بشرح الظاهرة السياسية عشان تصبح لنا علم زيها وزي العلوم الأخرى. يعني مجرد ما نحن استخدمنا واعترفنا باستخدام كلمة نظرية في العلوم السياسية، ده بيعني إنه نحن احترفنا يعني بوجود أو بالعلمية في داخله زيه زي العلوم الأخرى. يعني هذا التسمية والتخصص ذات نفسه هو دلالة على مدى التطور الشهد علم السياسة. لكن قبل ما ندخل في تعريف النظرية السياسية، في حاجة لازم نقف عندها، إنه يعني في الواقع نحن في العلوم الاجتماعية بشكل عام، نحن في العلوم الاجتماعية بشكل عام، يعني سواء كنا في علم السياسة أو في علم الاجتماع أو في العلوم السياسية، يعني نحن بنستخدم كلمة نظرية، يعني أو استخدام كلمة نظرية هي مجرد محاولة من الباحثين في هذه العلوم عشان يصلوا بالمعرفة الاجتماعية لدرجة من الدقة والموضوعية هي تشبه لنا الدقة والموضوعية الموجودة في العلوم الطبيعية، أو زي ما بسموها العلوم الدقيقة. يعني هي زي محاكاة من ناس العلوم الاجتماعية بشكل عام، ولا حتى العلوم الإنسانية سواء كان الاقتصاد، التاريخ،
الجغرافيا، العلوم السياسية، علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية والإنسانية. هم حاولوا يرتقوا بعلوم وتصبح شبيهة من حيث الدقة والموضوعية ومقاربة وتفسير للظواهر زيها وزي العلوم الطبيعية. يعني في العلوم الطبيعية نحن مثلا في الفيزياء، لما نقول والله الموية في 100 درجة حرارة هي بتتبخر، إذا عرضتها ل 100 درجة حرارة هي هتتبخر، وإذا يعني درجة البرودة كانت تحت الصفر الموية هي هتتجمد. الكلام ده دقيق، ما فيه يعني في القالب هو صحيح الليلة وسابقا وغدا إن شاء الله، وهو صحيح يعني دي فيه درجة عالية جدا من الدقة. لكن في واقع الأمر، رغم الجهود اللي بذلوها ناس العلوم الاجتماعية عشان يصلوا بها يعني لهذه الدقة، لا زال يعني الشك في علمية المعرفة الاجتماعية يعني هو موجود، لأنه نحن ما بنقدر نعمل لنا قانون زي القانون اللي أنا ضربت به مثل، اللي هو القانون بتاع تبخر المويه في 100 درجة حرارة وهنا هي تتجمد تحت يعني تحت الصفر. في العلوم السياسية أو في الاقتصاد، يعني مثلا إذا مسكنا الاقتصاد نقول والله حيحصل كده إذا بقت العوامل الأخرى على حالها. يعني في عوامل أخرى هي بتأثر، كذلك الأمر في العلوم السياسية. يعني مثلا ممكن نقول والله النظام السياسي الذي يعني يفقد الشرعية هو سوف يسقط. يعني ده زي قانون عام كده، لكن هذا القانون الشرعية طبعا مقصود بها رضا الناس على النظام السياسي. إذا مسكنا العالم العربي يعني ما قبل الربيع العربي وحتى ما بعده، بنلقى الكثير منهم هم يعني الكثير من الأنظمة يعني ما في رضا تجاهها من قبل شعوبها، لكن ظلت مستمرة، ظلت مستمرة، بمعنى إنه القانون اللي نحن قلناه إنه النظام ما شرعي، لكن ظل هو مستمر. معناها في عوامل أخرى في ظواهرنا السياسية هي بتخلي مقولاتنا ونظرياتنا دي إلى حد ما هي محدودة إلى درجة كبيرة، هي درجة العلمية في العلوم الاجتماعية هي أقل من درجة العلمية الموجودة فيها العلوم الطبيعية أو العلوم الدقيقة كما تسمى. لكن في الواقع حديثنا السابق عن يعني إنه العلمية في العلوم الاجتماعية هي أقل، ده ما بينفي انه والله لا بد من النظريات في العلوم الاجتماعيه، ولا ينفي انه عدم يعني جدواها او لا ينفي جدواها، لكن زي ما قلت انه يعني نحن بنقصد انه والله مجال التنظير او النظريات في العلوم الاجتماعيه وعلم السياسه، يعني لما نقول نظريه ده لا يعني انه هي حتغني الباحث، بمعنى إنه الباحث حيركب النظرية دي كنظارة وبعد ذاك يفسر بها الواقع، لكن هذه النظريات هي ما بتغنيه عن إنه هو يعني يذهب للميدان ويجيب معلومات تجريبية بحيث إنه يقدر يفهم الواقع بصورة أكبر، لأنه دائما زي ما نحن بنقول إنه وبنردد إنه في فجوة كبيرة جدا بين الواقع والنظريات. يعني دائما نقول انه النظرية خضراء، يعني لما نقول خضراء معناها ان خلاص المساحة دي خضراء، الزول قادر على انه هو يشوف انه دي مساحة خضراء، لكن الواقع رمادي، اللون الرمادي دائما هو لون ما ظاهر، يعني ما بيديك كامل النظر يعني له، وما بتشوف الأشياء فيه بصورة واضحة، بمعنى إنه هو لون ما واضح. يعني لما نقول شخص رمادي معناه هو الشخص ده ما واضح، فبالتالي النظرية قد تكون واضحة لكن الواقع دائما يعني هو رمادي، فبالتالي بتكون في فجوة ما بين النظرية والواقع.
هذه الفجوة بتخلي العلماء في العلوم الاجتماعية بشكل عام دائما هم يعني في حالة سعي لصياغة نظريات يمكن إنها هي أو بإمكانها إنها تواكب الواقع وإلى حد ما تفسره دون ادعاء العلمية الكاملة لهذه النظرية. طيب نمشي لسؤال رئيسي اللي هو ما هي النظرية السياسية؟ ماذا نعني بالنظرية السياسية؟ عشان دائما هو يعني احنا عندنا مشكلة في تعريف المفاهيم أو حتى المصطلحات في العلوم الاجتماعية بشكل عام، سواء كان في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في العلوم السياسية أو في غيرها من العلوم، لما نيجي المفهوم دائما بنلقاه هو أو المصطلح بنلقاه أي كاتب يتناوله أداه تعريف مختلف من الكاتب الثاني. يعني أهم مفهوم مركزي في العلوم السياسية هو الدولة. الدولة هي عندها عدد كبير جدا من التعريفات ممكن تفوت من التعريف يعني. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المفاهيم. فنحن حنحاول نتجاوز الكلام ده عشان نقرب من مفهوم النظرية السياسية ونعرفه بأننا يعني نفكك الكلمة لاثنين، يعني الكلمة ما هي مركبة من كلمة نظرية وكلمة سياسية، ونعرف كل وحدة براها، وبعد ذاك نجي نحاول تاني نركبهم، يعني بعد التفكيك يحصل نوع من التركيب. طيب إذا مشينا للسياسة برضو بنلاقي إنه برضو في شوية برضو في اختلاف في تعريف السياسة، رغم إنه السياسة هي كمصطلح يعني متداول بين الناس العاديين وبين رجال السياسة، لكن لما نجي للتعريف العلمي ليها بنلقاه هو ما متفق مع هذا التعميم الواسع لاستخدام مصطلح السياسة عند العام وعند رجال السياسة. أيضا بنلاقي إنه البناء الاجتماعي يعني النظم بتاعة المجتمع أو البناء الاجتماعي بنلقاه هو بيتداخل فيه ما هو سياسي مع ما هو اقتصادي مع ما هو ديني مع ما هو ايديولوجي مع غير من المجالات. يعني في البناء الاجتماعي احنا ما بنلقى الحاجات دي، نحن يعني مفصوله الايام بين الربيع العربي الناس بيمشوا الجامع بيصلوا الجمعه، الجمعه ده شان ديني واجتماعي، ومن الجمعه طوال يطلعوا مظاهره ده شان سياسي، وبالتالي في واقع الحياه الحاجات متداخله بدرجه كبيره، فبالتالي ده برضه هو يزيد من صعوبه التعريف والتمييز، لأن الأنساق زي ما قلنا في داخل المجتمع أو النظم الاجتماعية هي متداخلة وما في تفصل فيها. السياسة أو الحكم بالسياسة في القالب بنلقاه هو يختار لنا في نشأته الأولى بدولة المدينة. خليك من التعريف التقليدي دائما بنلقاه في مداخل العلوم السياسية إنه ساسة يسوس فهو سايس وآخره، لكن السياسة هي ارتبطت لنا في نشأتها بدولة المدينة الإغريقية، أي إنه ظهور المصطلح ذات نفسه هو مرتبط بتجاوز المجتمعات الإنسانية بشكل عام، مرحلة العلاقات اللي كانت قائمة على أنساق القرابة سواء كانت أسرية ولا عشائرية إلى ظهور المجتمع المدني المنظم على أساس المدينة وعلى أساس التساكن والسكن في المدينة والمواطنة وحتى على أساس الوظيفة. يعني تحولنا من نمط تنظيم اجتماعي أسري وعشائري لنمط تنظيم اجتماعي حديث قائم على يعني قائم على المدينة. يعني تصنيف الزوج في المدينة في القالب بعد ما ظهرت الدولة المدينة اليونانية أصبح ما على أساس أسرته ولا قبيلته ولا غيره، وإنما على أساس إنه هو موجود في دولة المدينة وهو أثيني ولا أسبارتي.
مع يعني ده التعريف بتاع الزول الموجود في اسبارتا او موجود في اثينا ايام اليونان. بالتالي عشان كده بنلاقي انه ارسطو كتب لنا اتكلم عن السياسه واعتبر لنا هي علم السعاده، بالتالي ظهوره ارتبط لنا بالتحول في المجتمعات يعني الاوروبيه بشكل اساسي، بانه هي بقى المجتمع اشبه بالمجتمع المدني. هل انتم معايا يا اخوان عبد الرزاق وعبد القادر، فاهمين ما اقول ام عندكم نقطة تحتاج لتوضيح؟ نعم دكتور مارك، عبد الرزاق هل انت معنا؟ عبد الرزاق مهندس يبدو انه عبد اقتصادي الرزاق وفي قادر. حقوق. اوكي. اذا نحن نطلع من الكلام ده بانه والله السياسة هي ارتبطت لنا بنشأة المجتمع المدني والتحول من يعني نسق اجتماعي مربوط بالقرابة إلى نسق اجتماعي مربوط إلى حد ما لو ممكن نقول تجاوزا بالمجتمع المدني اللي هو مجتمع يعني أو مجتمع المدينة بصورة أصح. فبالتالي معناها السياسة هنا نحن بنتناولها مش بالمحمولات السلبية الموجودة عند العامة إنه ما دخلت السياسة شيئاً إلا أفسدته، والكلام السلبي كله بيتقال عن السياسة والسياسيين. السياسة هي في معناها العلمي مرتبطة بالمدينة، سياسة المجتمع المدني المجتمع المدني. طبعا الكلام ده هو شوية فيه نقطة بتاع الجدل جات لاحقا، هل المجتمعات القديمة هي ما فيها سياسة؟ طبعا كثير من علماء السياسه يفتكروا انه والله لا، المجتمعات القديمه هي ذات نفسها فيها سياسه، اذا نظرنا للسياسه باعتبارها هي يعني متعلقه بمن بالاجابه على سؤال من يحصل على ماذا وكيف، اي زي ما قال ديفيد ايستون التخصيص السلطوي يعني العمليه اللي بيقوم بها النظام السياسي هي التخصيص السلطوي للقيم او توزيع الموارد بصوره سلطوية. السياسة لما ظهرت أو علم السياسة لما ظهر كعلم مستقل قائم بذاته في منتصف القرن التاسع عشر كان ينظر له باعتباره أنه هو علم الدولة، لذلك يمتلك كثير من التعريفات بتعرف علم السياسة بأنه هو علم الدولة باعتبار أنه يعني الوحدة التحليل الرئيسية فيه هي كانت الدولة، ودائما السياسة في المجتمعات الحديثة هي مربوطة بالدولة. لكن العلم لما نتطور يعني إلى حد ما الباحثين بدوا يغادروا هذا المفهوم ويقولوا إنه يعني علم السياسة هو علم القوة أو السلطة، بمعنى إنه نحن لما نقول علم السلطة بنتكلم عن السلطة والقوة في الدولة وكيف هي بتتوزع في داخل الدولة وفي المجموعات الأقل من الدولة. يعني حتى في المجموعات الإثنية أو الطائفية أو القبلية أو القبيلة ذات نفسها بيكون عندها زعيم هو بيصدر الأوامر وآخرين بطيعوا. وبالتالي دي حاجة متعلقة بتوزيع القوة، معناها شيء من السياسي، يعني زي توسيع للمفهوم السابق، بدل ما إنه هي السياسة فقط مربوطة بالدولة، لا السياسة هي مربوطة بالسلطة. فبالتالي نحن يعني لما نجي نفسر الظواهر السياسية، الظواهر السياسية هي موجودة في الدولة، موجودة في المجموعات الأقل من الدولة. فبالتالي أصبح التوجه الحديث بيتعامل مع علم السياسة باعتباره هو علم القوة والسلطة. وزي ما قلنا إنه هو ده توجه أو نظرة لعلم السياسة بتتجاوز لنا النظرة القانونية المؤسساتية. يعني لما نقول علم الدولة معناها والله الدولة ما هي كيان قانوني، بمعنى إنه عنده حدود محددة معترف به في المجتمع الدولي، عنده مؤسسات محددة. أي حاجة هي ما مؤسسة وما تأخذ الطابع القانوني هي ما داخلة في دراسة علم السياسة. تم تجاوز هذه النظرة زي ما قلنا اللي كانت بتحكم علم السياسة لنظرة جديدة
هي اصبح انه علم السياسه هو بيبحث في كل اشكال علاقات القوى اللي بتحكم المجتمع، سواء كان العلاقات بين افراد بعضهم البعض او علاقات ما بين الوحدات المكونه للمجتمع وجهاز الدوله، او العلاقه ما بين المجتمع وجهاز الدوله. طيب ده فيما يتعلق بالسياسة. إذا جينا للنظرية وحاولنا نقارب المفهوم ونعرفه، ممكن نقول إنه هي مجموعة من القضايا التي ترتبط معا بطريقة علمية منظمة، وبتعمل على تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات. أي إنه في النهاية نحن بنسيق النظريات عشان نفسر العلاقات ما بين العناصر المكونة للظاهرة، العلاقات السببية المكونة للظواهر. كذلك أيضا عرفت النظرية بأنها هي عبارة عن مجموعة مرتبطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا اللي بتكون لنا رؤية منظمة للظواهر عن طريق تحديدا للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها. سواء قلنا هي زي ما قلنا في التعريف السابق هي مجموعة مرتبطة من العناصر، أو هي مجموعة مرتبطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا اللي بتكون لنا رؤية أو نظرة منظمة للظاهرة، عن طريق هذه النظرة نحن بنستطيع إنه نحدد العلاقات بين المتغيرات أو بين العناصر، فبالتالي نحن نستطيع إنه نفسر الظواهر والتنبؤ بها. يعني النظرية في النهاية ممكن باختصار هي أفكار أو تصور ذهني موجه لتفسير ظاهرة محددة. أيا كانت هي معقدة ولا بسيطة، في النهاية هي نظرية. طيب بعد ما عرفنا يعني شنو سياسة، أو ما الذي نقصد بكلمة السياسة، وما الذي تعنيه كلمة نظرية، ممكن نعرف النظرية السياسية بأنها هي في مدلول المعاصر، زي ما قلنا في المرة الفاتت في المحاضرة الفائتة، إنها هي يعني ذلك الضرب من ضروب المعرفة، أو ذلك المجال من مجالات المعرفة يختص بمعالجة الظواهر السياسية. النظرية السياسية في النهاية هي مجال من مجالات المعرفة في العلوم مجالات المعرفة بشكل عام، مختصة بمعالجة الظواهر السياسية، بمعنى أن تفسير الظواهر السياسية بمنهج تجريبي. ده طبعا ده التعريف الحديث للنظرية. في نظريات هي ما بتعالج الظواهر السياسية بمنهج تجريبي. ممكن في المحاضرة الجاية لما نجي ننظر للمناهج بنلاقي إنه في مناهج يعني مثالية ما تجريبية. نفس النظرية السياسية المعيارية بيتكلموا عن ما ينبغي أن يكون، ما بيركزوا على الظاهرة في واقعها وتفسيرها. النظرية السياسية التجريبية هي يعني ما عندها اهتمام كبير بالينبغيات، وإنما هي واقعية وتجريبية متعلقة بالواقع، فبالتالي تحاول أن تفسر الظاهرة السياسية القدام. فبالتالي التعريف ده هو تعريف الناس المؤمنين بأنه النظرية السياسية هي نظرية تجريبية مختصة بمنهج تجريبي قلنا، وبتشير بهذا المدلول التجريبي لتنظير الحياة تنظيرا يعني بينتهي إلى. طيب نحن في حديثنا عن تعريف النظرية السياسية، يعني قلنا هي النظرية التجريبية يعني عرفتها لنا بأنه هي
يعني المجال بمجالات المعرفة بينفرد أو بيختص بمعالجة الظواهر السياسية بمنهج تجريبي، بمنهج تجريبي، أي إنه هي بتنظر لنا الحياة يعني أو تنحو نحو التنظير الظواهر تنظيرا ينتهي، أو تنظيرا عبر الملاحظة والتجريب ينتهي إلى بناء ذهني أو تصور ذهني، ومن ثم هي نظرية نحاول إنه نفسر بها الحياة السياسية. ولكن نتذكر إنه هذا التعريف هو مختص بالمدرسة التجريبية والمدرسة الحديثة في النظرية السياسية. في تساؤل أيضا حول هل إحنا هنتكلم عن نظرية ولا نظريات؟ يعني هل في نظرية نقول نظرية واحدة أم نظريات سياسية؟ والتساؤل أيضا هو مشروع حول مدى دقة يعني مصطلح نظرية واحدة ولا ضد غير في المصطلحين نظرية أم نظريات سياسية، وخاصة لأنه تساؤلنا بالجهة الشرعية وبكون مشروع لما يعني نلقى بعض المؤلفات والأدبيات اللي بتتناول موضوع النظرية أحيانا تسميها النظرية السياسية وأحيانا أخرى تسمى بالنظريات السياسية، يعني الكلمة ذات نفسها هي يعني تستخدم كمترادفات. صحيح أن هذا الاستخدام يعني في بعض الأحيان قد يحدث لبس، يعني يخلي الناس يعني هي تحصل لها نوع من اللخبطة في استخدام المصطلح. لكن في واقع الأمر إن استعمال كلمة النظرية السياسية يعني قد يوحي أحيانا لبعض الناس بأنه كأنه هنالك نظرية واحدة لتستوعب يعني مجمل الشأن السياسي. يعني لما نقول نظرية سياسية بتبادر لذهن الزول كأنه نحن عندنا نظرية سياسية واحدة بنفسر بها كل الشأن السياسي. يعني والكلام ده حقيقة ما صحيح، يعني في واقع الأمر نحن عندنا مجموعة من النظريات. لكن نختم ونقول إنه يعني في القالب يعني استخدام نظريات سياسية أيضا هو بيوحي بأنه كأنه في وجود يعني العديد من النظريات السياسية بتحاول إنه تفسر الواقع، وده هو الموجود في واقع الأمر، إنه في العديد من النظريات، ما في نظرية واحدة تفسر لنا الواقع السياسي، وإنما في العديد من النظريات كل واحدة منهم بتتناول ظاهرة أو جانب من الظواهر السياسية. يعني مثلا في نظريات حول بتحاول أن تفسر الدولة، ونظريات حول تفسر الديمقراطية، ونظريات حول السلطة وغيره، لكن الدرجة استخدامه في أدبيات العلوم السياسية هي كلمة النظرية. فبالتالي نحن هنمشي مع الاستخدام الشائع ونقول نظرية سياسية وليس نظريات سياسية. طيب لنشوف ما هي خصائص النظرية السياسية. يعني إذا انطلقنا من العلاقة الجدلية ما بين الفكر والواقع، بمعنى إنه الواقع دائما هو بيأثر في الفكر والفكر بيأثر في الواقع، يعني علاقة تأثير وتأثر، يعني المفكر هو ما بيتجاوز يعني واقعه، ورغم إنه الأفكار ذات نفسها أحيانا هي بتغير الواقع لكن بتتأثر به. وعلى العموم في علاقة تأثير وتأثر ما بين الفكر والواقع. بنلقى إنه في هذا الإطار ولادة النظرية السياسية حقيقة أو ظهور النظرية السياسية هو ما كان سهل، بل يمكن نقول هي كانت ولادة عسيرة بشكل كبير جدا في إطار استصحاب، لأن هي في النهاية النظرية السياسية هي أفكار تحاول تفسر الواقع في القالب، ارتبطت لنا طور النظريات ارتبطت لنا بأوضاع مأزومة. يعني لما تجي أزمة المفكرين هم
يعني بشحذوا ذهنهم ويحاولوا انه يجدوا حلول للازمات، فبالتالي هذه الحلول المفكرين السياسيين بالطبع طبعا هذه الحلول تتمثل في نظريات، عشان كده بنلاقي في كثيره والعديد من النظريات السياسيه هي كانت نتاج لازمات سياسيه خلت المفكرين هم يعملوا عصف ذهني فبالتالي يطلعوا بنظريات. يعني حتى الفلسفه السياسيه الاغريقيه سواء كان افلاطون لما جاء وقعد تخيل لنا نظام حكم الفلاسفه، الوقت ده كانت يعني اثينا هي الى حد كبير في حاله ضعف عسكري، لانه المنافس التقليدي لها اسبارتا كانت عسكريا اقوى منها، فبالتالي كانه افلاطون بيحاول انه يحل هذه الازمه. لكن في احيان ثانيه كمان عمل انتاج النظريات يكون عمل مقصود من علماء مختصين في العلوم السياسيه، بمعنى انه ينكب لنا عالم او مجموعه من العلماء على دراسه ظاهره سياسيه محدده، ما بالضروره تكون هذه الظاهره هي مربوطه بازمه، فديل هم يدرسوا لنا هذه الظاهره السياسيه ويوظفوا لنا التقنيات وادوات البحث العلمي وفي النهايه يخرجوا بنظريه. وفي القالب البحوثيه يا اكدت لنا نظريه او نفت لنا او عدلتها او طلعت لنا بنظريه جديده. ايضا في احيان اخرى قد لا تنتج النظريه السياسيه من جانب العلماء المختصين، يعني بل تكون يعني هي نتيجه مقصوده وموجهه وتجي بشكل طبيعي ومنطقي من خلال الممارسه. يعني الممارسه ايضا هي تنتج نظريات، يعني بينتجوها او بتنتجها ممارسه رجال السياسه. وفرض العلماء هنا هم بيعبروا عن هذه الممارسه مفاهيميا يعني، ويصيغوها في شكل نظريات سياسية. يعني عندنا 3 حالات، حالات بتاعت أزمة، حالات بتاع إنه المفكرين في بحوثهم حاجاتهم ينتجوا نظريات، في حالة وعندنا الحالة الثالثة اللي هي قد تجي النظرية من الأزمة. أيا كان يعني الشكل اللي تولدت به النظرية لابد من إنه هي تتصف لنا بخصائص محددة. أولا النظرية السياسية لابد أنها تكون دقيقة وواضحة في مفاهيمها، لأنه وضوح المفاهيم النظرية ده بيساعد لنا على الفهم بشكل عام يعني، وما بيخلي القارئ يلتبس. والنظرية الجيدة دائما هي النظرية القادرة يعني على توحيد أكبر عدد من المفاهيم وتستخدمها المفاهيم السابقة في المجال المحدد، تستخدمها في إطار تفسير الظاهرة. 2، واحدة من خصائص النظرية اللي هي فيها افتراضات بتعتمد عليها النظرية، لابد من إنها هي تكون عقلانية ومنطقية، مش هي خيالية وتكون مبنية على أيضا تكون مبنية على بحوث يعني سابقة. يعني مثلا أنا لو داير أقرأ نظام الأسد وهو ليه قدر ينتصر على الثورة، فما ممكن أجي وأقول والله يا أخي لأنه الأسد ده هو كان عنده، بشار الأسد كان عنده قبول كبير وسط الشعب عشان كده الثوار ما قدروا يسقطوه. يعني بيبقى الكلام هنا الافتراض ما منطقي لانه لا يفسر الواقع وهكذا، فبالتالي انا نظريتي بتكون ما منطقيه. ثالثا ايضا بتتميز النظريه السياسيه بالبساطه دون ما انها تكون فيها شيء من الركاكه او التسطيح، يعني بحيث انها هي توصلنا لما نريد دون عناء من المتلقي. يعني كمان انت ما تسيغ النظريات بشكل يكون فيها شيء من الصعوبة، يعني بحيث انه الناس يفهموك وتعقد لنا المصطلحات، لانه اصلا تعقيد المصطلحات وصعوبتها ده لا يعني انه النظرية جيدة ومتينة. يعني انت عملت نظرية هي صعب فهمها ده لا يعني انها هي جيدة، وانما النظرية دائما تميل نحو البساطة لكن دون ركاكة او تسطيح. الرابع، النظرية أيضا هي
لابد انها تكون دقيقة في التنبؤ يعني. فكل ما زادت صحة تنبؤات النظرية كل ما هي كانت أكثر علمية. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه القدرة على التنبؤ في دراسة الظواهر الاجتماعية بشكل عام والظواهر السياسية بشكل خاص زي ما قلنا قبل هي يعني أقل من دراسة الظواهر في العلوم الطبيعية. يعني نحن لأنه الظاهرة الاجتماعية هي مربوطة بالسلوك بتاع الأفراد والسلوك ما ثابت، ونحن ذاته لا نستطيع أنه بالعلوم الاجتماعية نجيب الظواهر ونخطها في المعمل ونعاينها من وراء التلسكوب أو الميكروسكوب. ده بيقدروا يعملوه ناس العلوم الطبيعية، لكن نحن لا ما بنقدر نجيب سلوك ونقبض عليه ونخده عندنا في المعمل عشان ننظر له بأي جهاز من الأجهزة. فبالتالي التنبؤ صعب. عشان كده العلوم الاجتماعية ما كانت، مش العلوم الاجتماعية العربية، العلوم الاجتماعية حتى العالمية ما في زول كان متنبي بحدوث الربيع العربي، ما في، رغم انه ظاهرة العالم العربي كان يغلي من يعني في الداخل، لكن العلوم الاجتماعية ما كانت شايفة الجانب ده، لأنه أصلا الظواهر الاجتماعية يعني صعب التنبؤ بها. لاحظ انه الثورة في تونس بس بوعزيزي، وبالتالي انفجر. صحيح الناس كانت معبأة، لكن الناس هي كانت معبأة طوال أكثر من عقد من الزمان، هي معبأة لم تنفجر يعني إلا بحادثة البوعزيزي. وبالتالي التفسير أو التنبؤ هو صعب بالنسبة للظواهر الاجتماعية والسياسية. خامسا، ومن خصائص النظرية السياسية أيضا إنها تكون ذات قدرة عالية على تفسير الظواهر اللي بتدرسها، ولأنه التفسير الجيد هو اللي بيساعدنا على الفهم بدرجة كبيرة جدا. طيب أيضا من خصائص النظرية إنها تكون قابلة للتجريب واقعيا، يجب إنه الواقع يؤكد هذه النظرية. حتى لو ما قدرنا نجربها نستطيع أن نجري مقارنات ما بينه وبين الظواهر المشابهة اللي تناولتها النظرية. أيضا النظرية الجيدة هي اللي بتحقق منفعة اجتماعية يعني واقتصادية، سواء كان من حيث توفير المال والجهد وغيره على الباحثين. أيضا النظرية من خصائص النظرية السياسية مفترض تكون هي أصيلة، والتأصيل هنا طبعا بالتأكيد نحن لا نقصد التأصيل المعروف عند بعض يعني المفكرين العرب، وإنما بنقصد بها إنها هي تكون فيها شيء من الإبداع، وهي ما تكرار لنظريات سابقة، وإنما هي متعلقة ب يعني حاجة جديدة متعلقة بالباحث الذي يعني صك هذه النظرية. أيضا النظرية السياسية يجب أن هي تكون أكثر مطابقة للواقع، يعني تكون قريبة منه، يعني ما بالضرورة تتطابق معه بشكل كامل، لكن يجب أن هي تكون قريبة منه يعني، وتحاول أنه تفسره يعني، لأن الظواهر السياسية طبعا يعني هي من الصعب انه نحن نحكمها ونفسرها بنظرية واحدة. طيب في سؤال عبد القادر؟ عندك سؤال؟ ولا نمشي لأهداف النظرية؟ والله عندي سؤال، ايوه تفضل. هلا من دكتور، من النظرية أو من خصائص النظرية السياسية، في نظيف بند اسمه المرونة، يعني إنه أنا وضعت نظرية، هاي النظرية مثل ما ذكرت تجريبية، تقبل الصواب وتقبل الخطأ. طبعا لازم يكونوا أهل اختصاص في وضع هاي النظرية، لابد من يكون في معلومات دقيقة أجدوا حتى تكون دقيقة. تماما في عنا عمل اسمه المرونة. المرونة هو انه الشيء هذا انا حطيته، ولكن صار في عندي مشاكل ضمن الخطه اللي انا وضعتها او ضمن هاي النظريه، فببدا يكون عندي شويه مرونه للتغيير، مو تغيير النظريه كلها وانما تغيير اجزاء.
هو عادة يا عبد القادر، هو ده اللي قاعد يحصل للنظريات. يعني صحيح هو قد يصكها فرد واحد، لكن لاحقا البحوث اللاحقة زي ما قلت لك هي قد تعدل في بعض مقولات النظرية. يعني الواقع نكتشف انه والله يا اخي هذه النظرية، الكلام اللي قلته هسه يعني انه والله يا اخي احنا ما عندنا نظرية او عندنا زي قانون كده بيقول انه النظام السياسي الذي يفقد الشرعية، اي النظام السياسي اللي بيكون المحكومين ما راضين عنه هو يبي يسقط. لكن في واقع الامر نجد كثير من النظم السياسيه هي ما قاعده تسقط، تستمر عقود، يعني وهي فاقده للشرعيه، او رضا الناس عنها وتعتمد على القمع بدرجه كبيره جدا. فالواقع التجريبي هو الذي يعدل في النظريه. ما في حاجه في العلوم الاجتماعيه، دائما عندنا النسبيه، ونسبية بطريقة أو أخرى هي شيء من المرونة، لأنه ما في حاجة ثابتة يعني. طيب دكتور، أيوة النقطة الثانية هي أن السياسة عبارة عن تجارب. نحن فينا ما بعرف، في استفسار فقط، أنه دراسة التاريخ، التاريخ معروف هو بنك من المعلومات، يعني بفيدني في اتخاذ القرار في الأزمات اللي هتجي. يعني ممكن هي الأزمة صارت في دولة من الدول، ممكن يعني أنت مثل ما ذكرت قاعدة أنه الابتكار وعدم التكرار في النظريات، لازم ما بكرر النظرية وإنما ابتكر. هذا الابتكار بده شيء يستند عليه، فينا مثلا نقول مثل التاريخ. ايوه، ما هو المنهج التاريخي ذاته واحده من المناهج الاساسيه في العلوم السياسيه، والمقارنات اللي بتجريها انت ما بين الظواهر المختلفه سواء كانت في السودان ولا في سوريا ولا في مصر، المقارنه ممكن تكون مقارنه تاريخيه. يعني انا قارن بالتاريخ في الظاهره المحدده، يعني ماذا حصل، ويعني كيف كان تفسيره، وأقارنه بظاهرة حديثة أو حتى بظاهرة قديمة في دولة أخرى يعني. فبالتالي إنه أنا لما أقارن وأكتشف لا يعني إنه النظرية اللي أنا جبتها هي ما أصيلة، لا، ما قبلي أنا ما في زول قارن. أنا أقصد إنه أنا ما أكرر النظريات اللي قالوها الناس بنفس المفردات وبنفس المعنى. دي الأصالة المفترض تكون في النظرية. لكن لما أرجع للتاريخ والحوادث التاريخية عشان أفهم سواء كانت حوادث أو ظواهر حديثة أو حتى حوادث تاريخية قديمة أنا دار أفسرها، ده لا يعني إنه أنا جبت نظرية هي ما أصيلة، لا بالعكس، أنا جبت نظرية أصيلة متعلقة بي أنا كباحث. يعني الأصالة هي اللي مقصود بها عدم تكرار وكرار المقولات السابقة بتاعت الباحثين السابقين كما هي، يعني تنسيبها لنفسك. ما أنت ما جبت جديد، لو أصلا في نظرية موجودة في التاريخ وتفسر وتجي تنسيبها لنفسك تقول أنا اكتشفت نظرية في العلوم السياسية، لا، هي اصلا موجوده، وبالتالي دي ما نظريه جديده. ده اللي بنقصد بالاصاله، يعني هذا الجانب يا عبد القادر. تمام، الله يجزاك الخير يا دكتور، شكرا تمام على اوكي، التوضيح. تمام. طيب نمشي لاهداف النظريه السياسيه، وبنلقى اول اهداف انه النظريه السياسيه مفترض تساهم لنا في نمو علم السياسه والمعرفه السياسيه بشكل عام، يعني لأن في النهاية النظريات هي موجهة لتفسير الظواهر السياسية، وبالتأكيد يصب في نمو علم السياسة. وكذلك هي الكلام ده بتعمل لنا بعملها على ضبط المفاهيم السياسية، وبتعقل لنا الخطاب السياسي، وبتخرج لنا من يعني التعميم والتسطيح بشكل عام. ويبقى انه انا عشان افسر الظواهر السياسيه ما بفسرها بالكلام البسيط وبالحس العام الموجود عند العامه، وانما بنظريات هي شويه فيها شيء من العلميه، وتبتعد عن الاسطوره لانه نظريات مبرهن عليها علميا وعندي دلائل على ما اقول يعني وعلى نظرياتي. ده الهدف الأول للنظرية السياسية. الهدف الثاني إنها هي تمكن لنا الباحثين في علم السياسة من إنه تديهم إطار نظري مبرهن عليه علميا. فأنا لما أجي كباحث في علم السياسة
برجع للنظريات بتاعت الآخرين، لأنه ما بنطلق من نقطة الصفر، وإنما بنطلق من النقطة اللي وصلوا إليها الناس القدامي والنظريات اللي قدموها، ودي بتساعدني بدرجة كبيرة جدا أنا كباحث في أبحاثي عشان أقدم مقاربات يعني جديدة. بمعنى إنه النظريات هي بتراكم لنا المعرفة في العلم السياسي و في الشأن السياسي. طيب الهدف الثالث إنه هي يعني النظريات بتضع علينا تحت تصرف رجال السياسة أو الممارسين السياسيين سواء كانوا قادة والرؤساء ولا غيرهم، بتضع أمامهم خلاصة ما توصلوا له علماء السياسة من فهمهم للشأن السياسي، وده ما هو يحصل في الدول المحترمة، إنها في الغالب هي تعتمد على التفكير بتاع المفكرين والمختصين عند اتخاذ القرار. يعني القرار لا يتخذ عشوائيا، لا بد من انه السينك تانك هي اخذت المشورة، او على الاقل اخذوا المشورة من المختصين بناء على النظريات الموجودة في يعني في النظرية او النظريات اللي قدمتها النظرية السياسية. وبكده ده بيفيد يعني الممارسين للسياسة أو رجال السياسة على إنهم هم يمارسوا السياسة على أسس علمية، عشان في النهاية يصلوا لنتائج يعني، وليس يعني تكون الممارسة خط عشوائي يعني. الهدف الرابع إنه النظرية السياسية أيضا هي بتنظم لنا المشاعر الوطنية والعواطف وأشكال العصبويات، وبتجعلها أكثر عقلانية وأكثر استجابة لتحديات الواقع، خصوصا النظرية في الدولة الوطنية، إنه بدل مشاعرنا الوطنية وعواطفنا دي والشكل العصبيات المختلف والطائف وغيره، نحن بنعقلن ونشوف طريقة للتنظيم السياسي الحديث اللي أدتنا له نظرية الدولة الحديثة، بحيث إنه نحن نعيش في مجتمع يعني فيه شيء من الأمن والسلام دون صراع، وده ما نحن نفتقده في كثير من مجتمعاتنا العربية. خامسا، إنه النظريات السياسية أيضا هي بتضع تحت تصرف الباحث خلاصة التفكير الإنساني في الجانب السياسي، فبالتالي بتمكنوا لنا من كم كبير جدا من المعرفة، بتساعدوا على استخلاص القوانين و العبرة، اللي هو الكلام اللي قلته قبل شوية عن التاريخ يا عبد القادر. والكلام ده في النهاية بيصب لنا في إنه يجعل معرفتنا للحاضر وقدرتنا على استشراف آفاق المستقبل هي أكثر سهولة، لأنه نحن ناظرين لها من خلال نظريات سياسية علمية. وأخيرا، النظريات أيضا بتكشف لنا أوجه القصور في المعرفة السياسية السائدة وفي الممارسة السياسية. بيقول إن إحنا الباحثين، الباحث قد هو يعدل في نظرية أو يثبت خطأ أو يعني يحصل لها نوع من التعديل، أو في النهاية الباحث ده أو اللي بيجيب لنا نظرية سياسية جديدة هو بيوضح لنا أوجه القصور في النظريات السياسية الموجودة، وكذلك يعني أوجه القصور في الممارسة السياسية ذات نفسها. في النهاية إحنا أيضا الكلام ده بيتم اكتشافه عبر النظريات السياسية. طيب باختصار فيما نريد أن نقوله في محاضرة اليوم، إذا في سؤال أخير ممكن نجاوب عليه. معلش أنا أنتوا لأنه الاثنين عبد فحال يعني ألخبط في أسمائكم يعني. حياك الله دكتور، الله يجزاك الخير يا رب. والله الأسئلة اللي كانت موجودة سألناك يعني، الله يتقبل منك جزاك الخير، باقي الأمور كلها واضحة، الله يرفعك الرك. أنا ما سمعت جملتك كويس يا عبد القادر. الله يجزاك الخير يا دكتور. أقول الأسئلة اللي كانت موجودة عندي أغلبها سألتك يعني، باقي الأمور واضحة، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. أوكي تمام، تسلم إن شاء الله يا عبد القادر. الله يجزاك خير يا دكتور. أوكي، إذن إن شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية في نفس الموعد إن شاء الله. في شيء واجب دكتور او في شيء مخصص علينا ولا لا، الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ هي لسه، ما نحن يا دام نحن يكاد يكون نحن في المحاضرة الأولى، هجهز واجبات إن شاء الله
أرسل لكم على المجموعة أو يعني على مجموعة التليجرام أو على مجموعة الواتساب إن شاء الله. في القالب اللي قدام تمام شوية يا أنا شيخ. حاطلب منكم تقديم يعني سيمينارات حول مواضيع محددة. الله يجزاك خير يا رب، جاهزين إن شاء الله. الله يكرمك، تسلم إن شاء الله. يلا مع السلامة أبو رضا. حياك الله يا دكتور، السلام ورحمة الله وبركاته.